بيبنوا على جنب اسمها الاشهار، وعامل سور سلك حتى ولا سور شجر، وحاطط يافطه وبني اي اوضه كده، ويتفق مركز شباب كده، ويحاول يقنع القريه بتاعته واهله ان انا جبت لكم مركز شباب، وهو لسه هجيب لكم فلوس وهنكمله وهنعمله. اول ما تخلص الانتخابات وينجح يفضل مركز الشباب بالشكل ده، لا في حاجه بتزيد ولا حاجه، وتلاقي بقى ايه الكاميرات جت صورت ادي مركز شباب في كذا، والغنم في الملعب، والقصه اللي انتوا عارفينها دي. ما كانش ده الكلام زمان. زمان ايام كان في صمت في البلد، كان يقول لك حاجه اسمها الساحه الشعبيه. ومراكز الشباب اللي انا شفتها في النوبه دي اللي اتعملت من سنه 64 اللي بتديك 9 فدان و10 فدان، وفي ملعب كوره كبير، وفي مبنى، وفي انشطه، وفي كلام ده. بزياده هذا العدد اللي نصه ضحك على الناس ونصه ليه اهداف سياسيه مش مظبوطه، الميزانيه بتاعت الدوله بقت بتتوزع على ال 4000 بدل ما تتوزع على 2000. وتفرغ معنى كلمه مركز شباب. كان زمان كلمه مركز شباب دي كل الناس تروح مركز الشباب، ومركز الشباب ده ابطال مصر وعظماء مصر، كل الناس دي طلعت منها. انما لما بقى مستوى مركز الشباب زي اللي انتم شفتوه في فيلم التجربه الدنماركيه كده بتاع عادل امام، ناس قاعده بتشيش وناس قاعده تبني طعميه وناس تعمل ناس كده، هذا الانطباع جه لمعظم الناس الاهالي عن مراكز الشباب. فاصبحت مركز الشباب لا حد بيبعت لاولاده هناك، ولا اصلا مركز الشباب فيه الانشطه اللي تخلي حد يروح. احنا مشكلتنا انك انت استلمت هذا الموضوع وعليك انك تحاول تصلحه. وطبعا محتاجين قدره فظيعه سواء ماليه او حتى اداريه عشان تقدر تصلح كل هذه المراكز. لكن كل اللي بنحاول نعمله وده اللي لازم ننميه هو حاجه اسمها المجتمع المدني. زي ما انت قلت يا محمد، لو في مركز شباب موجود والاهالي اللي موجودين حوالين المكان قرروا ان هم ينتخبوا المجلس الصح، مجلس الاداره المظبوط، ويجمعوا ما بينهم وبين بعض ويطوروا هذا المركز ويعملوا فيه الانشطه ويعملوا فيه كل حاجه، دي اللي بيسميها مؤسسه المجتمع المدني. ودي من غيرها مصر مش مراكز الشباب بس، في اي حاجه في الدنيا مش هتتحسن. عمر ما في حكومه هتيجي مهما كانت، لكن احنا لقينا بلد 7000 سنه الحكومه مركزيه عندنا من ايام مينا وقبل مينا، واحنا دول بلد الحكومه مركزيه. في اي حته في العالم مؤسسات المجتمع المدني دي هي اللي بتطور البلد. الشوارع، النظافه، التشجير، شكل البيوت، كل ده مؤسسات مجتمع مدني في كل حي وكل حته هي اللي بترقى بالمكان. الناس بتتعاون مع بعض وتجتمع. النهارده الناس عندنا في مصر نتيجه للاسف الشديد انظمه شموليه طويله واستبداد لسنوات طويله، كل واحد قاعد بيتفرج وروني البلد بتعمل ايه. وبامانه شديده ما نقدرش نعمل كل ده. انا حسبت بسرعه وانا ماشي بالعربيه علشان اقدر اطور مراكز الشباب اللي انا شفتها في النوبه، بس انا شفت 10 مراكز في النوبه وثلاث مراكز في اسوان. انا محتاج بس في الزياره ديت 200 مليون جنيه. ال 10 مراكز دي. في المبلغ ميزانيه الوزاره كلها في سنه 200 مليون، بس احنا نعرف نجيب الفلوس، انا ما بقولش لا، بس عشان نجيب الفلوس لازم ناس ثانيه تشتغل فيتوفر لي فلوس للنوبه، وهي دي النقطه اللي احنا لازم نفكر فيها، وانا على كرسي بفكر بالطريقه دي. انا مش محتاج اصرف على اللي في القاهره، مش محتاج اصرف على اللي في المعادي، مش محتاج اصرف على الاسكندريه. المفروض المراكز اللي في القاهره وفي اسكندريه وفي الجيزه وفي القليوبيه تصرف على نفسها وتكسب. فتتوفر فلوس الوزاره للحتت اللي تحتاج ان انا اعمل كده. لكن للاسف الشديد مش هي دي الطريقه اللي بندير بيها. كل واحد فينا بيدور على ايه انه ياخد ازاي من بتاعه ويعمل ايه وما يشتغلش هو في المكان بتاعه. لكن عايز اقول لكم حاجه، احنا زي ما حد قال احنا عملنا ايه؟ احنا في نادي الصين صعيب مع الفارق، لكن عايز اقول لكم جبنا 800 مليون جنيه في 4 سنين بنينا بيهم ناديين من غير ما ناخد مليم من الناس. من الحكومه. لكن اتفقنا مع الاعضاء ادفع جزء وهتستلم النادي تاني ادفع جزء، فكل عضو كان بيدفع لنا كل سنه 250 جنيه لمده 10 سنين، يعني كل عضو في النادي واللي فوق ال 60 بنعفيه، لكن 2500 كل واحد شارك معانا. بس لما بيشارك معانا هو كل يوم بيعدي بيلاقي سور بيتبني، ملعب بيتبني، حمام سباحه بيتبني، بعد 4 سنين لقى صرح كبير جدا بيتبني. وكنا بنقول له، وحتى الناس الكبار في السن كانت تقول لنا، طب انا ساكن قدام باب نادي الست الدقي، انت بتبني لي نادي في 6 اكتوبر، انا ايه اللي هستفيده وانا هنا عشان اروح ابني نادي 6 اكتوبر؟ لو ده لا، المكان اللي انت فيه في الدقي ده النهارده بيدخله 20 و30 الف واحد كل يوم. لو فضلنا بالطريقه دي هيخش 40 و50 مش هتلاقي كرسي تقعد عليه. لكن لما نبني نادي تاني في ناس كتيره من الشباب اللي موجوده هنا هي اللي هتروح في 6 اكتوبر، وبالتالي النادي هنا هيفضل. الناس هتروح تلعب في الملاعب الجديده وتخش حمام السباحه الثانيه وتروح على الملعب. فهي فكره التعاون بين الناس دي هي اللي تعمل. انا معاك جدا، بس انا عايز اؤكد لك ايا كانت الحكومه مش هتقدر تحل كل مشكله 4400 واحد.
لكن لازم نشتغل مع بعض. بس الناس ما بتشتغلش، دي النقطه بقى اللي على الحكومه، الناس ما بتشتغلش مع الحكومه الا اذا حست ان هذه الحكومه صادقه، وحست ان هذه الحكومه بدات، وحست ان هذه الحكومه عندها الرغبه الصادقه في الاصلاح. اذا الناس حسوا كده مستعدين يشتغلوا معانا. وعشان كده انا بقول لك ما زالت الناس في مرحله الرقابه. فتعملوا ايه؟ رايحين فين؟ هل عندكم القدره ولا ما عندكمش؟ في نادي الصيد انما شافوا ان في وان بنعمل حاجه بتطلع، والجنيه دي بتتصلح، والمبنى ده بيتظبط، والمبنى ده كذا. فلما قلنا يا جماعه احنا بنعمل نادي تاني، كله قال لك ايوه ممكن. فكل اللي انا بقوله لك احنا علينا جزء وانتوا عليكم جزء. اما اللغه النوبيه مفيش اي حد يقدر يمنع اي حد يتعلم اللغه النوبيه. فانا هدرس اللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه واللغه الايطاليه عندي، وانا بدفع للطالب كمان الشاب الفلوس. يعني انا بجيب الشباب تتعلم اللغات ديت، وانا اللي بتحمل الفلوس. وهتيجي حد يقول لي انا بتعلم اللغه النوبيه، اقول له لا والله اللغه النوبيه، او انت تدفع مين اللي قال كده؟ بالعكس، اي لغه، هذه الثقافه الرائعه، ويعني وهذه اللغه اللي لازم نحافظ عليها، مين يقدر يمنع هذا الموضوع؟ انا بقول لكم دلوقتي انا مستعد ادعم تعليم اللغه النوبيه. يعني برضه موجوده في البترول. لو انتوا عندكم اي حد يعمل اي حاجه للغه النوبيه، لو انتوا عايزين يبقى عندنا هنا في مراكز في القاهره ان انتوا تدوا فيها الدورات بتاعت اللغه النوبيه، احنا مساعدين نتحمل. فاحنا بيجي لنا مش عارف مايكروسوفت منين، واوراكل منين، وجي اي زد منين، وبيعمل دورات، واحنا لما بيجي هنا اهلنا في النوبه يقولوا احنا عايزين نعمل تدريس اللغه النوبيه. ده القوات المسلحه حاطه على الباب بتاعها اللي يعدي منكم عند دار المساء يوم السبت ان شاء الله لما تفتح، هتلاقوا معمل اللغات اللي قدام حاطين كده، وتعليم لغه ايطاليه ويونانيه وروسيه وكل اللغات تتعلم في معمل اللغات بتاع القوات المسلحه. الثقافه ملهاش حدود. يعني طلبوا العلم لو في الصين، بالك بقى لو في النوبه يعني.